على الرغم من السنوات المهنية التي تفصل بينهما، لكن بالتأكيد عندما تسمع عن تايسون أو محمد علي فلا شك أنك تعرف أنهم أحد أفضل الملاكمين في التاريخ. ذات مرة قال محمد علي على عكس طبعه: إذا دخلت نزالا مع تايسون سأخسر. وهذا الكلام لم يعتد محمد علي أن يقوله لأحد يوما ما، فبماذا رد عليه تايسون عندما سمع هذا الكلام؟ تابعونا. قبل أن أكمل لك رد تايسون، لعل من الجدير بالذكر أن نشير سريعا إلى إنجازات البطلين. أولا محمد علي، في عام 1960 فاز محمد بالميدالية الذهبية في الأولمبياد وأنهى مسيرته ب 56 فوز مقابل 5 خسارات فقط، مع 37 فوز بالضربة القاضية. وفي عام 1976 كان علي في أوج عطائه وكامل قوته، حيث فاز في 28 مباراة بدون خسائر، وذلك قبل دخوله السجن بسبب رفضه للانضمام إلى الجيش الأمريكي في الحرب ضد فيتنام. ثانيا تايسون، استطاع الرجل الحديدي ماك تايسون أن يفوز في 50 مباراة ويخسر في 6 مباريات فقط، وتمكن من إنهاء المباراة ب 44 فوز منهم بالضربة القاضية. هذه أرقام كبيرة وتدل على أن الملاكمين مخضرمين وبارعين جدا في الملاكمة. ورجوعا لرد تايسون عندما سمع علي يقول هذا الكلام، قال صراحة: لا يمكن لأحد التغلب على علي بهذه السهولة. محمد علي كان يتصرف بتواضع فقط، إنه مقاتل مذهل ورياضي من الطراز الرفيع. وعندما تنظر إلى ملاكمين مثل محمد علي، فأنا أستطيع أن أقول أننا نظلمه إذا اخترناه فقط في الإحصائيات، فبالرغم من تاريخه المشرف في عالم الملاكمة، لكنه أكبر من كونه ملاكم. أنا أرى فيه الانضباط والثقة والإرادة القوية والقوة النفسية. انظر إليه، ألا يبدو كعارض أزياء بالنسبة إليك؟ شكله مميز ولا يبدو كملاكم، ولكن عندما يصعد إلى الحلبة يتغير بنسبة 100%، فلا تستطيع أن تتعامل معه معاملة هذا الشخص البسيط في الصورة. يتغير إلى شخص آخر مختلف وقوي وعنيد جدا، ومستعد أن يلعب ويقاتل لآخر لحظة. يا رجل، تشعر وكأنك عليك قتله للتغلب عليه. علي لا يعرف معنى الاستسلام. أولا، إذا فكرت أن تلعب معه فعليك الاستعداد أن تخوض 15 جولة. نعم، 15 جولة. أتعرف ماذا يعني ذلك؟ لا تفكر أن تهزمه في جولة واحدة أو أنه يقول أنا مستسلم، هذا محال. لكي تلعب 15 جولة يجب أن يكون لديك لياقة بدنية على مستوى عال جدا، وكان هذا يتميز فيه محمد علي، فكان لديه قوة تحمل ولياقة بدنية عالية. ولذلك سأقول لك، محمد علي ملاكم أسطوري، وكان يقول أنني سأهزمه لأنه متواضع. فلتشارك برأيك في التعليقات بما رأيك بالحلقة، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد.